حسين بعد ذلك الإمام يصعد المنبر ويلقي تلك الخطبة التي أبكت العيون وألهبت القلوب، أشعلت النفوس بالحمية والحرارة، وتوجه الناس: من هذا المتكلم؟ هذا علي بن الحسين زين العابدين؟ أيها الناس، أعطينا ستا وفضلنا بسبع، أعطينا الحلم والعلم والسماحة والفصاحة، إلى أن يقول: أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني أنا أعرفه بنفسي، أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن من حمل الركن بأطراف الردى، أنا ابن خير من طاف وسعى، أنا ابن خير من حج ولبى، أنا ابن من أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أنا ابن من بلغ به جبرائيل إلى سدرة المنتهى، أنا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، أنا ابن من صلى بملائكة السماء مثنى مثنى، أنا ابن من أوحى إليه الجليل ما أوحى، إلى أن يقول: أنا ابن محمد المصطفى. ثم ينتقل إلى الإمام أمير المؤمنين ويذكر فضائل علي بن أبي طالب سلام الله عليه: أنا ابن علي المرتضى، أنا ابن من ضرب خراطيم الخلق حتى قالوا لا إله إلا الله، أنا ابن من ضرب بين يدي رسول الله بسيفين وطعن برمحين وهاجر ببدر وحنين وقاتل ببدر وحنين وهاجر الهجرتين ولم يكفر بالله طرفة عين، لأنه معصوم بأبي وأمي. بعد ذلك يقول: سمح سخي بهي بهلول زكي أبطحي رضي مقدام همام صابر صوام مهذب قوام قاطع الأصلاب ومفرق الأحزاب أربطهم عنانا وأمضاهم عزيمة وأشدهم شكيمة أسد باسل. هذا علي بن أبي طالب، أسد باسل يطحنهم في الحروب، إذا ازدلفت الأسنة واقتربت الأعنة طحن الرحى ويذروهم فيها ذرو الريح الهشيم، ليث الحجاز وكبش العراق مكي مدني خيفي عقبي شجري مهاجري من العرب سيدها ومن الوغى ليثها وارث المشعرين وأبو السبطين الحسن والحسين ذاك جدي علي بن أبي طالب. ثم قال: أنا ابن عديمات العيوب، أنا ابن نقيات الجيوب، إلى أن نزل فأحاط الناس به من كل جانب وهم يعتذرون إليه.